وتبلغ على سبيل التذكير النفقات العمومية الموجهة للتصدي لكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات معدل أكثر من 225 مليون دولار في السنة خلال 15 سنة الأخيرة، يذهب ما نسبته 70% لإصلاح مخلفات الفيضانات. وبالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت ببلادنا منذ سنة 1950، إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة وتدمير، حيث بلغت ما يقارب 10 مليار دولار